ما تعرفين تطبخين؟ هم ما علمتي الطبخ؟ أعرف أشياء بسيطة بس ما توصل كبسة حاشية. يعني أنا أعرف أطبخ وأنت لا؟ حلو، دامك تعرف كمل طبخات كجل. لا لا، طباخ عندك أنا إلا طباخ. مو بقصدي كذا، قصدي يا كمل طبخاتك ولا نطلب من مطعم. الحين هذا جزاي أطبخلت وأنفخلت وهذا طبعت معي، قوه نطلب من مطعم حتى طبختي ما نبي نكملة. روح المطعم أجل. يلا مشينا. كم مرة قلت العبات هذه لا أشوفها عليك، قلت ولا لا؟ إلا بس أنا أشوف عبايتي ساترة ما فيها شيء. وقلتك إني أغار عليك ولا بكل من هب ودب يشوف وجهك والبسي نقاب، قلت ولا لا؟ ما تعودت البس نقاب، بعدين أنا كذا أطلع ببيت أهالي عادي. هذاك ببيت أبوت، أنت الحين ببيتي تلبسين عبات ونقاب مثل أمي وأمك وغصب عليك. إن ما اتفقنا على كذا قبل الزواج، بعدين هذه مساحتي الشخصية. يلا شو ورانا، يلا نتفق. قوم البسي عبات زي العالم والناس ومساحك الشخصية عند عامر وبوت. أنا الحمد لله شبعت، أبغى أقوم أغسل على بال ما تخلص أنت. لا زين قومين معك الحين، وشو أكمل أكل أنا؟ لا أكمل أكل عادي ما قلت شيء. تقومين تغسلين قبل يعني تتفشلين مع الناس أنت ولا وش تبين؟ صالح لا تكبر المواضيع، أنا قلت بروح أغسل على بال ما تخلص أنت. انثبري بذلك أنا خلص ونقوم جميع. صالح عاد توديني بيت أهلي؟ إيش تبين بيت أهلك؟ هذا أنا رايحين لبيته. معليش بنام عندهم اليوم وأنت بكرة تعال خذني. يا مرة أسمع الحاتي الحين ليل مو وقت زيارات، مخت بو شيء. صالح تكفى. لا حول قوة إلا بالله، تدرين عاد؟ أنا اللي أبي بيتكم، أبى أشوف وش تحلية معك. يما وع وع، ما أقدر أتحمل أسلوبه مرة زفت بس يهاوش، قسم بالله يا زين عامر عنده. ما علي يا بنتي، أنتم توكم متزوجين، أصبري شوي وكل الأمور بتنحل. يما مو مسألة فهم، هو أسلوبه مرة غريب ما يعرف يتعامل، تكفى نخليني عندكم اليوم، ما أبغى أرجع معه. عيب، وش ذا الكلام يا نوف؟ ترى مشاكل أول سنة زواج معروفة وانتو توكم متزوجين. استهدي بالله يا بنتي، قومي اغسلي وجهك وانزلي لزوجك ورجعوا بيتكم، وبعدين كل المشاكل بإذن الله بتنحل. مريا عميمتي هذه ميح ما تعرف شيء أبد، لو بقعد أشري من هالمطاعم لين حضرتها تعرف تطبخ أبدي الجنة. هذا غير شوفت النفس والعنطزة. ما عليه يا صالح ما عليه، أصبر عليها شوي. نوف بنت أخوي من جيل ذا الوقت لا تعرف تطبخ ولا تعرف لسنع، بعدين بيني وبينك أمها حرمة الرفلة ما ربتها على السنع من يومها صغيرة، ترى ما علمها الطبخ لنا. ما عليه أصبر عليها شهر شهرين وتمشي معك سيدة. السلام عليكم، وشلونك يا صالح وش أخبارك؟ بخير يا خال الله يطول لي عمرك. هاي يا نوف، خذيتي أغراضك اللي تبينها من الغرفة؟ ها؟ إيه الله يوفقكم إن شاء الله، عاد أبيكم كل يوم تقرون أذكاركم، ترى عيون الناس ما ترحم. يلا خذ حرمتك روح للبيت، الله يوفقكم ان شاء الله. ان شاء الله يا عمه. مشينا يا نوف. الله يوفقكم وش نقول. الاول بس فن كفو يا خوي كفوك الطير، واخرتها بننحق على شاي كفته. يا عيال صالح ما وحشكم لو فقده. دقيقة دقيقة يا شباب وقفوا اللعب، خلوا كفتة يصبصب الشاهي لا يقعد يكبكب علينا. وش ذا؟ غسال ذا مو بشاهي. هذا الشاي اللي أعرف أصلحه، ما حد قال لك تزوج أختك لصالح وتحرمنا من الشاي حقه. لا تجيب طارخت على لسانك، تفهم ولا ما تفهم؟ أنا بروح أسوي الشاي يا عيال. من جد يا أخوان، صالح من يوم ما تزوج ما طب ولا عتب الاستراحة نهائية. عاد هو الحين في أهم مرحلة، مرحلة دق الخشوم والعين الحمراء، إذا قدر يعديها زين على زين، أما إذا عطاها وجه ودلعها عز الله بيلقب. تتوقع هو داق خشمها ولا هي مشيته على كيفها؟ ما ندري، إحنا عطيناها التوصيات والباقي عليه. روح الخويات اسمهنا روحه، بعدين الخويات ما بعد أعرسن، وش تبين بهن؟ الحين أنت ربة منزل دورت صديقات معلسات أزيلت. صالح لا تعقد الأمور، كتبت لهم وقلت لهم إني جايتهم، وبعدين ترى هم نفسهم صديقات اللي كنت أطلع معهم قبل، وأبوي دايم يسمح لي. رجعنا لطاري، أبوي يسمح لي وأبوي يسمح لي، أبوت على عيني وراسي، بس أبوت ما يدعن حركات هالبنات هتحرش وهنمنم. بعدين عاد ارسل البنات الحين بالجروب الرجل عي علي. صالح لا تجيب طار استقاتي بشيء ما يرضيني، ترى هم بنات ناس ونعم. لا لا علمينا الصح من الغلط،
علمينا شلون حاتي. انا اقول اللي ابي وانت تقولين سم وابشر يا مره. وخر يدك وتعود من الشيطان. متعوذ من الشيطان قبل اشوف وجهك. علي بالطلاق لو تكرر الموضوع ذا مو بزيلت. جيب طاري طلاق عشان قلت لك بطلع مع اصدقائي؟ لا عشان رفعت الصوت والمراده تقول له تلحيه. وذهلت معي في ربونت وجدعينت علي انا عارفه سنعت.